إبداعات لفنانين استطاعوا أن يلونوا المشهد اليومي العراقي بعد ركود دام لعام كامل بسبب جائحة كورونا، عبر أعمال فنية مجدت الحياة بالذاكرة والحداثة، والتي حضرت في معرض الواسطي الذي أقيم في العاصمة العراقية بغداد. عودته الآن هذه الأيام ومع هذا الزخم وهذه الرغبة الشديدة والجمهور العريض والغفير والواسع الذي حضر إلى القاعات يبين مدى أهمية التواصل والاستمرار في مثل هذه الأنشطة. اليوم هذا التحول وهذه الفسحة المهمة التي نشهدها في هذه اللحظة تمثل نافذة وانطلاقة مهمة في إعادة الروح للثقافة العراقية وإعادة التفاعل بين الجمهور العام وبين جمهور المبدعين والمثقفين. العديد من اللوحات والمنحوتات توزعت بين أروقة المعرض ل 290 فنانا وأكثر من 325 عملا فنيا، جسدت تعددية الفنانين الرواد والشباب وتمكنهم من أدواتهم الفنية. لأول مرة يشارك هذا العدد الكبير 203 عمل فني وتشكيلي اشتمل على الرسم والنحت والخزف والخط العربي. هذا المهرجان ضم عدد كثير من أعمال فنانين العراق من جميع محافظات العراق، واليوم نشاهد كثير من الفنانين من شمال العراق ومن جنوب إلى أقصى جنوب هم متواجدين ومتفاعلين. واستحضرت اللوحات والأعمال الفنية الأخرى الرموز التي تعبر عن الحب والوفاء والألفة بين مكونات الشعب والإنسانية بشكل عام، فضلا عن إعادة الرونق وإبراز جماليات الفن في عموم البلاد. من العاصمة العراقية بغداد، محمد فاضل، الغد.